العالم بيك في جايد جوين الشامبيون الوحيد اللي في اللعبه اللي ما بيستخدمش ولا سيف ولا اسهم ولا مسدسات، لا ده بيستخدم مقص كسلاح من اختياره. هنقول لك كل حاجه انت محتاج تعرفها عن الشامبيون ده، بس ما تنساش تنزل تحت وتعمل لها لايك وسبسكرايب. يلا بينا يا بطل نخش نشوف الامكانيات. اول حاجه دايما بشرحها هي الباسف، والباسف بتاعت جوين هي 1000 كاتس، ودي بتخلي البيزك اتاك بتاع جوين يعمل ماجيك دامج عالي على حسب نقاط الصحه او الاتش بي بتاع العدو. يعني كل ما زاد الاتش بي بتاعه، يعني لو كان ساين او جارين، كل ما بيزيد الدمج بتاع البيزك اتاك بتاعتك. ده غير ان انت بتهيل 70% من الدمج اللي انت بتعمله على الشامبيونز، وبرضه بتعمل دمج عالي على اي مينيون تحت 40% اتش بي عشان تفرمه بمنتهى السهوله وما يفلتش منك اي مينيون. ده غير انت بتعمل ماجيك دامج على وحوش الجنجل عشان تعرف تلعب جنجل لو اتعمل لك اوتوفيل. وبالباسف دي انت كده بتسيح التنكات قبل السكويشيز. انت هتبقى عامل زي فيورا بس الفيرجن الاي بي مش اتاك دامج. الكيو بتاعتك اول ما بتدوسها جوانا بتقص بالمقص كل الاعداء اللي قدامها في شكل مثلث، وعدد مرات القص دول بيتراوح من مرتين لست مرات. يعني انت لو ما ضربتش اي بيزك اتاك هتضرب مرتين، ولو كنت عايز تضرب الست مرات هتضطر ان انت تضرب على الاقل 4 بيزك اتاك. وضربتك بالمقص دي بتعمل دامج عالي جدا، ولو جبت الاعداء في نص المقص بالظبط بياخدوا ترو دامج ودامج الباسيف. وبرضه بقول لك ان اخر ضربه بالمقص بتعمل ماجيك دامج عالي، يعني لازم اهم حاجه تجيب الضربه الاخيره. والدبليو بتاعتك هي الابيليتي الكانسر اللي اسمها ذا هالود ميست، ودي جوين اول ما بتدوس عليها بتعمل سحابه حواليها في شكل دايره، محدش بيعرف يضربك خالص جوه السحابه دي غير التورتات. ده غير انت بتاخد بونص امور وماجيك ريزيست، والسحابه دي بتتحرك معاك مره واحده لو انت حاولت تخرج براها. لو كنت انت في طرفها ودوس دبليو السحابه على طول بتتسنطر عليك. الاي بتاعتك اول ما بتدوسها انت بتعمل داش في اي اتجاه، وبعد كده خلال 4 ثواني بيكون معاك اون هيت دامج عالي، وبيبقى معاك اتاك سبيد عالي برضه. ده غير ان اصلا ضرباتك بتضرب من بعيد، يعني الرينج بتاع طريقته اتاك بتاعتك بيكون زياده، ولو ضربت اي عدو خلال 4 ثواني دول الكول داون بتاع الاي بينزل النص. الالتيميت بتاعت جوين بتخليها ترمي دبابيس في خط مستقيم بتعمل دامج لكل الاعداء اللي هي بتمر في اتجاههم. ده غير ان هي بتعمل عليهم برضه دامج الباسيف، واي عدو بيتضرب بدبابيس بيحصل له سلو او بطء حركه. السلو ده بيكون عالي لاول شخص انت ضربته بالالتيميت بتاعتك، انما اللي بالوراه بياخد سلو اقل. والالتيميت بتاعتك بتكون عباره عن 3 موجات من الدبابيس. اول واحده انت بترمي دبوس، وعشان تفتح لك المره الثانيه لازم على الاقل تضرب اوتو اتاك او تستخدم الكيو بتاعتك في عدو. وبعد كده هترمي الار الثانيه وهي 3 دبابيس، وبرضه تضرب كيو او بيزك اتاك، وبعد كده تفتح لك الالتيميت الثالثه وهي 5 دبابيس وهي اكتر دامج التيميت عندك. والدمج دلوقتي على الشاشه البيلد والرولز اللي هيدوا لك احسن نتائج وهيخلوك تكسب اي 1 في 1 تخشها. ودي يا سيدي الشامبيونز اللي جوين قويه قدامهم والشامبيونز اللي جوين ضعيفه قدامهم. نروح بقى الكومبوهات جوين، واول كومبو عايزين نتكلم عليه هو كومبو كيو فلاش عشان تلحق اي حد من قبل ما يهرب او يعمل اي رياكشن. وهي ببساطه كده انت بتفضل تضرب بيزك اتاك في مينيون او في الشامبيون، واول ما تكمل الاستكات بص كده تحت الهيلث بار هتلاقي زي حاجات كده بتتجمع. اول ما تجمع 4 بتكون الكيو بتاعتك هتضرب 6 ضربات، فانت على طول بتفلش وتفاجئ العدو وبتقتله بالكيو بتاعتك. وممكن تستخدم الاي بتاعتك قبل الفلاش عشان تطول العدو لو كان بعيد. وعشان تعمل تريد في الليننج فيز او في اللين هتجهز الكيو بتاعتك عشان تعمل 6 ضربات بالكيو، وبعد كده هتدوس دبليو اي على طول عشان تعمل داش. اول ما تقرب للانمي هتروح دايس كيو وتعمل عليه دامج عالي جدا، وساعتها العدو مش هيعرف يرد عليك الضربات لان انت جوه الدبليو بتاعتك. الاول ان بتاعك قبل ليفل 6 هيكون كالاتي، هتستخدم الاي عشان تعمل داش، بعد كده تدوس دبليو عشان محدش يضربك، تضرب 4 اوتو اتاك عشان يبقى معاك الكيو قويه جدا وتضربها في العدو بعد كده، وبعد كده تستخدم الاي بتاعتك اذا كنت هتداش على عدو عشان تفنشه او كنت هتستخدمها عشان تهرب. الكومبو بتاعك بقى في الليت جيم لو دخل على انمي اول ان هتستخدم الاي ار، بعد كده هتدوس دبليو وتضرب اوتو اتاك وتضرب الار الثانيه. يعني ببساطه كده انت بتستخدم الاوتو اتاك عشان تفتح لك الار، وفي نفس الوقت بتشحنها وبتجهزها للكيو. وفي الاخر هتدوس اوتو اتاك كيو وتستخدم اوتو اتاك وتضرب الار التالتة قوية جدا، وبعد كده هتلاقي الانمي اصلا مات اوريدي. في الاند جيم واللينك فيز انت هتجمع الاستكات زي ما اتكلمنا، استكات الكيو بان انت تضرب بيزك اتاك، ولما تجمع 4 استاك انت هتخش على الانمي اول ان وهتحاول تموته. وفي الاند جيم هتستخدم الكومبو اللي لسه قايله لك دلوقتي، وده هيخليك له قوة رهيبة جدا في التيم فايت. انزل تحت وادخل جروب الديسكورد بتاعنا بسرعة. شكرا جدا لمشاهدتك الفيديو ده، ونشوفك باذن الله في الفيديوهات الجاية. مع السلامة.